أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع حصيلة ضحايا المواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية إلى 183 شخصاً منذ 7 أكتوبر الماضي. وأوضحت الصحة الفلسطينية أن حصيلة ضحايا العملية التي نفذها جيش الاحتلال في مخيم جنان يوم أمس ارتفعت إلى 14 شهيداً، ومجمل الحصيلة في الضفة ارتفع إلى 20 شهيداً.